نرحب بكم في أولى حلقات برنامج أشكي لمين. يتساءل الكثيرون أشكي لمين في ظل كثرة المؤسسات التي تستقبل شكاوى المواطنين، وفي معظم الأحيان كما يؤكد العديد من المواطنين تهمل شكواهم وتبقى داخل الجرار المغلقة. في هذا البرنامج سنحاول تتبع عدد من الشكاوى، أين وصلت؟ هل توبعت بالشكل المطلوب؟ وهل استفاد المواطن في المحصلة النهائية أم لا؟ وكيف يمكن تطوير وحدات الشكاوى كي تنعكس إيجابا على المجتمع الفلسطيني ككل؟ في الحلقة الأولى من برنامج أشكي لمين سنناقش مشكلة المواطن سمير الشايدة الذي فصل من وظيفته، قدم شكوى لوحدة الشكاوى في وزارة التربية والتعليم، فهل عاد رشايدة إلى وظيفته أم لا؟ وأين تصل الشكاوى في الوزارات وأيضا في مقر رئاسة الوزراء؟ ولمناقشة هذه المواضيع رحبوا بضيفي الكريمين الدكتور أحمد فارس مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، والمواطن سمير رشايدة. أهلا بكم. أهلا بك. وقبل أن نبدأ النقاش دعونا نتابع التقرير التالي. بدون سابق إنذار أصبح سمير رشايدة عاطلا عن العمل بعدما كان يشغل وظيفة معلم في مدرسة بأريحة، هنا فيما يشبه منزلا في خربة علان بالجفتلك. يعيش سمير ظروفا بالغة الصعوبة بعدما فقد مصدر رزق عائلته المكونة من 8 أفراد. أنا الحين في ظروف صعبة، عايش في ظروف صعبة، يعني زي ما أنت شايف عايش في مراكز 6x6، في عندي 6 أفراد 8 أفراد، عايشين في ظروف صعبة. القصة بدأت حين تمكن أبو محمد من تحصيل وظيفة كمعلم بعد 3 سنوات من الانتظار وتقديم امتحان التوظيف لدى وزارة التربية والتعليم، لكن ذلك لم يدم له، فبعد عام من العمل في التدريس جاءه قرار الفصل النهائي. يعني استجابت لكل مطالبهم، بقيت في مدرسة قريبة لسكني ونقلوني لمدرسة ثانية بعيدة عن سكني، وأمشي نص ساعة من أصل المدرسة ماشي على الأقدام يوميا. يعني ها واستجابت لجميع مطالبهم، في النهاية أجاني قرار برضو قرار إنهاء خدمي، قولوا لي إنه أدائك ضعيف في الحصة تقييم المشرفين، أعطوك يعني مهلة كافية إنك تثبت جدارتك في التدريس. يشعر أبو محمد بالظلم الشديد لما تعرض له، فقد تقدم بشكوى لرئيس الوزراء بعد تسلمه كتاب إنهاء خدماته، لكن الرد بعدم قبول الشكوى شكل له صدمة بالغة. العائلة تحاول الصمود بأقل القليل رغم الظروف القاسية. توجهت لتربية أريحة الأستاذ محمد الحواش، حدث نقاش يعني عن عرض الموضوع وقال لي راجع الوزارة. في النهاية رجعت الوزارة وقدمت شكوى الدكتور سلام فياض أجعل جفتلك. كل إنسان في بداية الشغل إلا يواجه صعوبات، فهم ما أعطوهوش الفرصة اللي يصلح يعني أمورنا. يعني أنت شايف وضعنا، عايشين في براكيات، أولاد المدارس يعني بيمشوا مسافة، هسه لما بيجوا وأنت موجود بتشوف أنهم كيف تبقى حالتهم ووضعهم. أولاد إحنا 8 أنفار عايشين في البراكية هذه، التلفزيون فيها، ضيوف لما بيجوا فيها. أنا شاعر بالظلم من هذا. يذكر أنه حين تقدم أبو محمد لوظيفته حاز على المرتبة الأولى في امتحان التوظيف لدى وزارة التربية والتعليم، ثم تم تعيينه بشكل رسمي في سلك التعليم. فصل أبو محمد من وظيفته شكل كارثة على معيشته اليومية بكل ما في الكارثة من معنى، فهو لا يجد ما يسد به قوت عياله، وإن وجده فهو لا يكفيه. يطلق مناشدة للمسؤولين لينظروا إلى حاله ويقول لهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. من خربة علان غرب الجفتلك، أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن. يعني قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. سيد سمير، بداية لك أن تعطينا فكرة أكثر، لماذا فصلت من الوظيفة؟ طبعا أنا فصلت من الوظيفة هو تقارير المشرفين التربويين كانوا يحضروا لي، قالوا لي في عندك بعض الأخطاء في التدريس، يعني إحنا مش أنبياء معصومين على الخطأ، الموظف الجديد إلا يرتكب أخطاء. صحيح.
هو تقارير المشرفين، هذا هو. وبعد ذلك هل تقدمت بشكل كما استمعنا وشاهدنا في التقرير؟ نعم. للجهات المسؤولة، الوزارة، للدكتور سلام فياض، وماذا كان الرد؟ تقدمت شكوى للدكتور سلام فياض وطولت، ما جانيش رد عليها. رجعت الوزارة، يومين رجعت الوزارة ردوا علي انهم تأكيد على قرار انهاء الخدمة من الوزيري. ولم يكن هناك اي تجاوب معه؟ نعم، لم يكن هناك اي تجاوب. نعم، يعني تأكد على قرار انهاء الخدمة. دكتور احمد، يعني سمير قدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم وايضا للدكتور سلام فياض، لم يتلقى اجابة حتى هذه اللحظة، لماذا برأيك؟ اولا اسمح لي، يعني واضح احنا من خلال نظام الشكاوى اللي وحدات الشكاوى في الوزارات تتعامل معها ومجلس الوزراء، انه اولا هذا النظام هو يعالج شكاوى المواطنين ضد وزارات السلطه او دوائر السلطه فيما يتعلق سواء كان بالاداء او بالتاخير او ما شابه ذلك. واحنا كاداره عامه بالتعاون مع الوزارات قمنا بحملات توعيه طويلة للمواطن لكي نحدد له العنوان الأمثل الذي يجب أن يتجه إليه، سواء كان من خلال تلفزيون فلسطين وسابقا من خلال تلفزيون وطن في إحدى الحلقات ومن خلال الجرائد وإلى آخره. ولكن اسمح لي أن أقول أنه دائما المواطن هو عجول أكثر من المسؤول، هو يريد حل المشكلة فورا وسريعا، وبالتالي يلجأ مباشرة لمؤسسات المجتمع المدني، سيما وأن هاي بعض المؤسسات هي تدعي بأن هي تتابع حقوق شكاوى المواطنين. في أن هنالك مؤسسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي تأخذ اسم ديوان المظالم وتتلقى الشكاوى من المواطنين دون علاج، ومهمتها هي تحويل هذه الشكاوى للجهات الرسمية. إحنا قلنا منذ بداية عملنا حتى الآن إنه العنوان الأساسي لتوجه المواطن بخصوص الشكوى هي الدوائر الحكومية. ربما بعض المواطنين قد لا يثقون طبعا بهذه الدوائر كونها هي من لب الحكومة وهي من صنع الحكومة، ولكن اسمح لي أن أقول أن هذه الدوائر بما في مجلس الوزراء هو يتعامل وفقا لنظام، هذا النظام يحدد صلاحياته ولها صلاحيات تستطيع هذه الوحدات والإدارة العامة أن تدخل إلى كل الوزارات وتتعاون معها لحل مشكلة المواطن. الآن هذه المشكلة مشكلة المواطن سمير، أنه هو تقدم بشكوى لوحدة الشكاوى في وزارة التربية والتعليم. طبعا هو بيقول انه ما تلقى رد، ربما تلقى رد شفوي حسب ما قال. متى تقدمت بالشكوى؟ انا اجاني قرار انهاء الخدمة في 13/10 العام 2011. العام 2011. نعم. والشكوى قدمتها في تقريبا شهر 12 الدكتور سلام فياض، وتاخر قعدت اكثر من شهر ما جانيش. واليوم مرور يعني 6 شهور على اوكي شهر. وحده الشكاوى في وزاره التربيه والتعليم تقدمت بشكوى لها؟ نعم. ردوا عليك؟ رد عليك. شو كان رد الوزاره؟ شو كان رد الوزاره؟ وزاره شو كان التربية؟ مبرر الفصل؟ وشو كان رد في شكواك؟ ما انا قلت لك انه هو تقارير المشرفين. الفصل هو تقارير المشرفين التربويين. يعني انا اريد ان اعلم انه وحده الشكاوى في وزاره التربيه ردت عليك بأنه هي تؤكد على قرار الفصل كونه إن للأسباب 1 2 3 كان في رد؟ لا بس هيك بس شفويا كتابيا ورقة كتابي. شو حكوا لك؟ إنه بمعنى إنه أنت مفصول للأسباب التالية كتابيا من توقيع من الوزيرة. هذا يعني من الوزيرة. الوزيرة نعم نعم. أيضا أنت تحدثت إنه سلمت الدكتور سلام فياض احتجاج أو شكوى. نعم. متى كان ذلك؟ في تقريبا ما قلت في شهر 12 في الجفت لك؟ في الجفت لك نعم. وماذا كان رد؟ هو الرد على الدكتور على الكتاب دكتور سلام فياض. اجانا الرد. ان شاء الله من الدكتور سلام. بانه انت مفصول؟ نعم. من الدكتور سلام؟ لا من الوزيري. من وزيرة التربية. وزيرة التربية. يعني اسمح لي اقول انه يعني معظم الشكاوى التي ترد لرئيس الوزراء مباشرة هو بالعادة يحولها للجهات المعنية. يعني اذا كانت تتعلق بالتربية والتعليم بحولها لوزيرة التربية والتعليم. لا تعالج قضايا الشكاوى في مكتب رئيس الوزراء مباشرة، جزء منها يتحول الى الجهات المعنية وجزء منها يصل الى الإدارة العامة. يعني في حالة سمير ممكن القول بانه الجهة المسؤولة عن موضوع وزارة التربية والتعليم بالتأكيد مجلس الوزراء. لا بالتأكيد. اولا اسمح لي ان اقول لك كيف النظام احنا نعمل. اولا المواطن يتوجه الى وحدة الشكاوى. توضيح النظام. توضيح النظام يتحدث كالتالي: المواطن يذهب الى الجهة المعنية مثل قضية سمير، هو يتوجه الى وحدة شكاوى وزارة التربية والتعليم
ويتقدم بها الشكوى، وحسب النظام على الوزارة أن ترد على هذا المواطن خلال 15 يوم ردا رسميا ومكتوبا، يعني تستطيع موثق. نعم تستطيع وحدة شكاوى حسب النظام أن تعطي المواطن ردها على شكوى سواء كان سلبا أو إيجابا. إذا المواطن لم يقتنع بهذا الرد من وحدة الشكاوى كما ينص عليه النظام باستطاعته أن يتوجه إلى الإدارة العامة في مجلس الوزراء. وهنا مستويات معالجة الشكوى، يعني نعطي هنالك فرص أكبر للمواطن بأنه يتابع شكوى. يعني المستوى الأول هو الوزارة، إذا فشل في أنه بتكون معالجة، المستوى الثاني هي مجلس الوزراء، هو يتقدم إلنا بالشكوى بأنه شكوى تلقى رد ونحن نتدخل آنذاك حسب النظام، نذهب إلى وزارة التربية والتعليم ونطلب الإخوان في الجهاز الإداري ونطلع على الأسباب الحقيقية وراء يعني فصل هذا الموظف أو ذاك. الآن نحن لا نتدخل في عمل وزارة التربية والتعليم، هو بقول نتيجة لتقارير المشرفين أدى ذلك أنه يكون في قرار من قبل وزارة التربية، نحن لا نتدخل، لا نتدخل بخلفية، ولكن إذا شعرنا أنه الأسباب هي ضمن اختصاصنا بما يتحدث في النظام، نعم نستطيع أن نعالج هذه الشكوى. نحن لا نستطيع أن نتدخل في قرار من وزارة التربية والتعليم إذا كان موثق وعلى أسس قانونية إلى آخره، لا نستطيع، ولكن إذا شعرنا أن في هنالك ثغرات لصالح المواطن وأنه في هنالك خلل، نعم نستطيع أن نوقف ونتحدث مع الوزيرة رئيس الدار الحكومي مع الجهات المعنية في داخل الوزارة بأنه في هنالك خلل، في هنالك ظلم وقع على هذا المواطن، يعاد نقاش موضوعه من جديد. نعم يعني نعم. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. وقبل متابعة النقاش، قام فريق البرنامج بإعداد مجموعة من المقابلات القصيرة حول وحدات الشكاوى الفلسطينية ورأي المواطن بها، دعونا نتابع ومن ثم نعود. معروف إلنا إنه ما بيشوفوها ولا بيطلعوا عليها ولا إلها أي فعالية، ومجرد يعني أسلوب لتجميل، وكثير بنسمع عن مشاكل وبنشوف مكتوب محطوط زي صندوق وشكاوي، أنا متأكد إنهم بيفتحوش حتى إذا حطينا. هي المفروض من الوحدات تتعامل مع كل شكوى بتاخذها بعين الجدية، مش انه يتم اهمالها او يتم يعني بياخذوها بشكل جدي. انا سمعتها وشاهدتها بعيني في العديد من مؤسسات السلطة، ولكنها يعني انا بعتقد انها شكلية ولم يتم متابعة اي شكوى. تاخذ حق المواطن، اذا حدا عمل معاه مشكلة اشي بشكي همه وبشكي اذا في بيقدروا يحلوا له مشكلته. هي دورها المفروض أن يكون طبعا طليعي في كل المؤسسات، لأنها هي بتكون صلة الوصل بين المواطن المراجع وبين المؤسسة الرسمية. بتهيألي أنها ضرورية لأي وزارة أو لأي مؤسسة قانون في السلطة أو في خارج السلطة. هو أن الأفضل يكون في أكثر من محافظة تكون لها كدوائر، لأن يعني أي حدا من أي محافظة لازم توجه للوحدة بمجلس الوزراء على رأي الله. يعني دكتور، ما رأيك بما قاله المواطنون حول هذا الموضوع؟ هناك ثقة وهناك عدم ثقة بوجود هذه الصناديق، صناديق الشكاوى. يعني كل احترام لرأي المواطنين، أكيد يعني راح نشوف بين المواطنين ناس يعني إيجابيين وناس ربما ليس لديهم فكرة عن عملنا، وربما يكون تقصير يعني في مسألة التوعية والدعاية حول وحدات، ولكن أنا أقول بكل أمانة أنه أي شكوى تصل إلى مجلس الوزراء أو إلى الوحدات يتم معالجتها، ونحن أيضا للتوثيق نعطي المواطن كتابا رسميا حول شكواه. وفي هذه السنة بالذات نحن عددنا التقرير الربعي الذي سيعرض على مجلس الوزراء، عالجنا خلال السنة الماضية ما يقارب 2800 شكوى في كل الوزارات بما في مجلس الوزراء، وهذا دليل على متابعتنا. يعني العديد من هذه الشكاوى تم علاجها، وهنا القضايا ما زالت في المتابعة. نحن نتابع، ولكن المشكلة أنه العنوان المواطن لا يعرف العنوان. وهذا مهم، توعية المواطن بموضوع الشكاوى. نحن بصدد يعني عملية التوعية من خلال مشروع مع المؤسسة الديكاف حول هذا الموضوع، ومع الإعلام طبعا، مع تلفزيون الوطن وتلفزيون فلسطين، لتوعية المواطن على العنوان الأساسي التي يجب أن يتوجه عليه المواطن. ولكن دعني أقول لك، يعني نحن ماذا نهدف في البداية، في بداية عملنا في وحدات الشكاوى؟
شو والهدف الأساسي من هذه معالجة الشكاوى المواطن؟ ليس فقط علاج شكوى المواطن، إنما نحن نساعد الحكومة، نحن نساعد الحكومة في تعديل سياسات الدوائر. يعني نفترض أنه تلقينا شكاوى على وزارة الداخلية أو أي من الوزارات كثيرة جدا، نحن نفرغ هذه المعلومات ونعملها يعني جدول إحصائي ونتائج، وبالتالي تقدم لمجلس الوزراء. يعني هناك متابعة دكتور. نعم. لكن سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. نعم. سمير، يعني كما استمعنا من الدكتور، هناك متابعة من قبل وحدة الشكاوى في مجلس الوزراء للشكاوى التي يتلقوها من المواطنين. هل من الممكن أن أنت تتقدم بشكوى لما حدث معك لمجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع بعد الاستماع لما قاله الدكتور؟ نعم بقدر، بستطيع. يعني ما عندك أي إشكالية تقدم لمجلس الوزراء؟ ما في أي إشكالية. طيب فيما يتعلق بموضوع وزارة التربية والتعليم، الرد النهائي أو الإجابة عن التساؤل اللي أنت طرحته على الوزارة، ليش فصلت؟ شو كان ردهم بالآخر؟ وعدوك مثلا بالعودة أو النظر بموضوعك، شو كان رد؟ لا، ما وعدوني بأي شيء. ولا زلت عاطل عن العمل؟ نعم. وأنت متزوج؟ متزوج ولا لا؟ نعم أنا متزوج وعندي 8 أفراد. طبعا يعني اسمح لي، هنالك مستوى ثالث، يعني المواطن كان يدرك ذلك. يعني المستوى الأول هو وحدة الوزارة، المستوى الثاني هو مجلس الوزراء من خلالنا، المستوى الثالث هو القضاء الفلسطيني. وأعتقد أنه فيه في أكثر من خيار، في قضاء فلسطيني مستقل، لأن كان ممكن أن يتوجه إلى محكمة العدل العليا ليتقدم بدعوى ضد وزارة التربية والتعليم لفصله. وللعلم سمير، يعني كما علمنا أخذ المرتبة الأولى في امتحان الوزارة. هذا جيد، يعني لديه يعني رصيد في هذا، يعني كان باستطاعة أن يتوجه للقضاء يعني وأن يأخذ رأي القضاء في هذه المشكلة. أيضا استكمالا لرأي الجمهور الفلسطيني، نتابع سويا تعليقات عدد من المواطنين على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أمير حمايل يقول: أنا غير راضي أبدا عن طريقة معالجة وحل المشاكل، وأنا أدعو إلى أن يكون هناك مؤسسة مستقلة من جميع النواحي وعدم تدخل المؤسسات الرسمية فيها، من أجل أن يكون هناك حيادية ومصداقية وموضوعية في حل المشاكل. أما بشار النجار فيقول: الأهم من وجود صناديق الشكاوى هو متابعة المشاكل والشكاوى وتخصيص وقت كافي لمعالجتها. خالد نجاص بدوري يقول: غير راضي، لأن القائمين على حل هذه المشاكل هم بحاجة إلى تغيير أصلا. يعني هناك نظرة سلبية من قبل المواطنين بشكل أو بآخر على موضوع الشكوى، ربما مبني ذلك على تجارب أم عن عدم تجربة؟ لا يعني اسمح لي، لا هو ليس التجارب، يعني هي عبارة عن يبدو أنه جزء من ثقافة، يعني جزء من ثقافة مجتمعنا، أنه أي شيء يبنى من خلال الحكومة لا يفيد. يعني برأي المواطن أنه طالما هي الوحدة في داخل الحكومة، وبالتالي المواطن لديه جزء من ثقافة أنه يمكن تحلها، يعني كونها من إطار حكومي. ولكن أنا أتفق مع المواطن في هذا المجال بجزئية، أنه نحن نريد أن يكون هنالك ديوان مظالم فلسطيني مستقل إداريا وماليا ولا يتبع الجهات الحكومية، وأن تعطى له صلاحيات واسعة لكي يتحقق من الشكوى. يعني إحنا في مجلس الوزراء قمنا بالزيارة لديوان المظالم في الأردن، واطلعنا أن الأردن هي دولة مؤسسات، وديوان المظالم لديه يعني دوائر، يعني ديوان مستقل متعددة، يمكن هناك وهو مستقل. نعم مستقل، ويستطيع أن يتحقق من أي شكوى في داخل أي مؤسسة حكومية هناك. نحن نصب أن نكون في هنالك في فلسطين ديوان مظالم شبيه بالديوان المظالم في الدول العربية وربما الأجنبية، يكون مستقلا تماما عن الحكومة، وتكون له صلاحية واسعة بأنه يستطيع أن يدخل أي مؤسسة ليتحقق من شكوى المواطن بشكل دقيق. إذا ما تحدثنا عن القانون الفلسطيني، إلى أي حد هذا القانون يعطي مساحة ل يعني دوائر الشكاوى في محاسبة أو مساءلة أو متابعة شكاوى المواطنين، حتى وإن كان هناك يعني شكاوى ضد مسؤولين فلسطينيين؟ هل القانون الفلسطيني يكفل ذلك ويعطي مساحة لهذه الدوائر لمتابعة هذه الشكاوى؟ يعني إذا بدك تحكي عن القانون الأساسي، أنا دعني أتحدث عن نظام الشكاوى التي نعمل فيه. نظام الشكاوى هو يتحدث عن أنه باستطاعة أي مواطن يتقدم بشكوى ضد أي دائرة حكومية وضد أي مسؤول حكومي سواء كان وزير أو غيره، وهذه بالمستوى تتابع حسب النظام، تتابع على مستوى مجلس الوزراء، على مستوى الأمين العام، على مستوى رئيس الوزراء، على كل المستويات. ومن خلالها هذا النظام يعطي مساحة ولكن ليست واسعة. يعني عندما تأتي لدينا الشكوى كان يفترض إحنا أن يعطينا هذا النظام مساحة أكثر أن ندخل إلى هذه الدائرة ونتحقق من الأوراق الرسمية. العمل الذي نقوم فيه إحنا
في الإدارة العامة أنه نبعث هنالك رسائل رسمية لهذه الدائرة عبر الوزير رئيس الدائرة الحكومية، نسأل عن شكوى المواطن ولماذا واحد هناك قصص في هذا الموضوع، تجارب حدثت في هذه الأمور، يعني لا يعني مش مستحضرني، ولكن غالبا يعني كل القضايا التي احنا نرسلها إلى الوزارات هي تم رد علينا من قبل الوزارة سواء كان إيجابي أو سلبي. نحن لا نملك هنالك مساحة للتدخل أكثر من ذلك لنتحقق إنه هذا الرد هل صحيح، هذا الرد هو إيجابي أو سلبي. نحن يعني عندما نتلقى الرد من قبل الوحدة أو من قبل الدائرة في أي وزارة نعتبر هو ردا رسميا، وبالتالي نبلغ المواطن بهذا الرد الرسمي. أمنيتنا يعني أنتم فقط تأخذون الرد ولا تعالجون المشكلة؟ لا نحن نتدخل إذا شعرنا أنه هنالك من خلال الوثائق التي يتقدمها المواطن شعرنا في هنالك ظلم واقع، لا نتدخل. نتدخل إذا كان حتى رد سلبي من قبل الوزارة لا نقبل هذا الرد، ثم نذهب إلى الوزارة، ربما نجلس مع الوكيل الوزارة أو مع الوزير نفسه لكي نتحدث حول هذا الموضوع، نحاول حلها. ولكن طبعا القرار النهائي هو بيكون قرار رئيس الدائرة الحكومية حول هذا الموضوع. لهذا السبب احنا فتحنا مجال المساحة المستوى الثالث في معالجة الشكوى اللي هي توعية المواطن بأنه يستطيع أن يتقدم إلى القضاء الفلسطيني لكي يفصل بينه وبين هذه الدائرة الحكومية إذا فشلنا في معالجة هذه الشكوى. نعم، وأما الآن فنتحول إلى استطلاع الرأي. إذ عبر 81% ممن شارك في الاستطلاع عن عدم رضاه عن آليات معالجة الشكاوى في السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين 12% كانوا راضين عن هذا الأداء. يعني أيضا هناك واضح عدم رضا عن هذه الشكاوى. منذ متى تأسست وحدة الشكاوى في مجلس الوزراء، وهل هناك أي إشكاليات أو معيقات تواجهكم في العمل في هذه الدائرة؟ هي الوحدة الشكاوى في السلطة الوطنية تشكلت يعني سنة عام 2005 في ظل حكومة الأخ أبو علاء سابقا، وتم تعديل هذا النظام لسنة 2009 في ظل حكومة الدكتور سلام فياض وبوجود الأمين العام الأخ سعد الكرونز. الآن يعني نحن أكيد هنالك معوقات، نحن نواجه معوقات في عملنا. المعوق الأول هو المواطن. دعني أتحدث يعني بصراحة، المواطن هو عجول كما قلت لك سابقا، هو يريد حلا خلال ساعات. يعني المواطن يأتي يتقدم بالشكوى وبعد ساعتين يتصل فينا، لكن يعني يتصل سمير فينا. سمير صبر 6 أشهر. سمير قضيته تختلف، ولا أنا بحكي عن قضايا كتير تمر علينا. المواطن يتقدم بعد ساعات يتصل، هل حلت الشكوى؟ النظام يحدد، والمواطن ليس لديه صبر أن ينتظر 15 يوم حتى نعالج الشكوى. يعني ذلك هناك ثقة أنه بده حل لمشكلته. نعم. وبالتالي يتصل ليتأكد. هلأ ماذا يفعل؟ إذا لما نقول له بعد ساعتين أنه والله إحنا لسه في إطار الحل وحسب النظام تأخذ وقت، يذهب إلى مؤسسات المجتمع المدني. وبالتالي شو بيعمل المواطن؟ هو بأخذ الشكوى تاعته بصورها كوبز، بياخذ هالكوبز بروح على المؤسسات بلف. كل مؤسسه بيعطيها كوبي كوبي كوبي، حتى الرئاسه بما في المجلس التشريعي، فبتصير هنالك دوبليكيشنز في هاي المؤسسات. نعم، يعني للحديث يعني هذه مشكله بحاجه الكثير. نعم. من الحلقات. نعم. سمير، يعني انت من خلال هذا المنبر ماذا تطالب اليوم، وما هي رسالتك للحكومه للوزاره لمجلس الوزراء من اجل انصافك؟ أنا بطالب الحكومة إنهم يرجعون لعملي أو أي عمل بديل بشهو مناسب اللي أقدر أحصل على لقمة العيش اللي أقدر أعيش أفراد أسرتي. ونحن أيضا نتأمل ذلك. دكتور، يعني ما هي التوصية برأيك من أجل أن تكون هناك ثقة بهذه الوحدات وأيضا أن تأخذ دورا أكثر في هذا المجال؟ أنا حقيقة يعني الآن أنا كإدارة عامة بنعمل على تعديل هذا النظام لكي يكون أفضل في أدائه. نحن من ضمن تويصيات نطالب أن يكون لنا مساحة أكثر في التدخل لدى الدوائر الحكومية وصلاحية أوسع لكي نتحقق بشكل دقيق حول شكوى المواطن. هذا يعني أملنا الآن اللي احنا شغالين عليه، ولكن توصية للمستقبل من ناحية استراتيجية، أنا آمل يعني وأنا أطالب العديد هنالك يعني بوافقوني في هذا الرأي أن يكون في فلسطين هنالك ديوان مظالم مستقل إداريا وماليا كما في الدول الأخرى. نعم، وفي نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي الدكتور أحمد فارس مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، والمواطن سمير رشايدة، كما أشكر جميع من تابعنا في هذه الحلقة. وبرعاية الله، إلى اللقاء.